هذه واحدة من اللي قلتي. أنا يعني من الممثلين اللي كنختار، يعني تنقرا السيناريو وتنشوف يعني حسب سميتو، ولكن الغياب هو ماشي غياب، يعني غياب اضطراري، اللي ماشي اضطراري كاع، لأنه المشكل اللي واقع دابا أنه الكتابة السيناريو، لأن واحد سيرتان طون كان لاج ادوار كيتكتبوا على واحد سيرتان لاج، دابا باقي تقريبا نفس سميتو، انا شويه تقدمت في السن، فكيكونوا الادوار اللي مكتوبه على المرحله السنيه كيكونوا شيئا ما قلال، ولا تيكونوا ادوار صغيره، يعني البطوله كتقسمها شباب وداك الشيء، والادوار اللي في السن ديالي تيكونوا قلال، او ادوار اللي هي قليله ثانويه، وهذا هو المشكل اللي كاين. ما من ناحيه سميتو دازوا اعمال، دازوا اعمال التلفزيون، يعني من خلال سول ودموعي، هي في بي سي 5، دازوا اعمال اللي كانوا اللي خلاو صدى طيب عند الجمهور. الحبكه الدراميه هي اللي كتحدد الشخصيات، وانا كنتمنى انه الناس اللي كيكتبوا السيناريو فعلا يحاولوا ما امكن، كما كيطاري في دبوه الاخرى بحال الامريكان، كتلقى انه الاختلاف في الكتابه، واحد ملي كيكتب ما تيحاولش يتاثر بواحد السيناريو شافو او فيلم او هذا وتكتب عليه، فتيخص تكون علاقه ديال انه الكاتب السيناريو يحاول ما امكنه، لان المجتمع يعني المجتمع في طبقات، فيه الناس الفقراء، فيه الغنياء، فيه اللاج المتوسط والشيباني والصغير وهذا، فتنظن انه كيخص هذه العمليه هذه يلتفتوا للسيناريست ويكتبوا شي حاجه اللي، لان كل واحد هو مشكل، لانه المشاكل كتختلف من لاج لاج. المشاكل اللي كانت ماشي هي دابا، بالعكس انا دابا حاليا كاين الكم، يعني بالنسبه للمستويات في المغرب دابا انتاجات كثيره، لان لا على مستوى التلفزيون ولا على مستوى السينما كاين افلام اللي هي متميزه جدا، كاين شباب مخرجين اللي طوروا العمل السينمائي، فالمشكل اللي عندنا هو كيكون الانتاج اكثريه محلي، يعني حنا كنجو اكثر للسوق المحليه. عندنا مشكل انه ما كان البضاعه ديالنا ما كنسوقوهاش، فخص تنظن خص شي تفكير في شي اوفيس ولا شي حاجه اللي بدا يسوق لنا الاعمال ديالنا، لانه باش تغزي اسواق اخرى تيخص ناس اللي هما يهزوا هذاك العمل ويدفعوا عليه ويعرفوا كيفاش يسوقوه. هذا مشكل، باقي عندنا مشكل، لان مشكل التسويق ديال العمل ديالنا، لان كنتجو محليا اكثر، وافلام كتكون متجهه للمهرجانات اكثر، ماشي للسوق يعني اللي هي كوميرسيال نغزيو بها واحد السوق اخرى بحال. المهم كاين اسواق اللي خص الواحد يمشي يقلب على راسو فيهم. اختلاف ما بين مهرجان ومهرجان، فمثلا مهرجان طنجه ماشي يعني مهرجان طنجه، الافلام اللي هي موله او موله من طرف سيستم ضروري ان تشارك في المهرجان، اذا كلها الافلام اللي خصها اللي خدات الدعم تيخصها تدوز في المهرجان، اذا ما كاينش اختيار. هذيك الساعه اللجنه ملي كيتشافوا الافلام عاد كتحدد شكون الجائزه الاولى او الثانيه او الثالثه، وغالبا اللجنه كتكون يعني من الناس اللي هما محترفين سينمائيا، كاين نقاد كاين كتاب.